أهلاً ومرحباً بكم مشاهدين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي المنوع بعيداً عن السياسة. خلال المزاد السنوي لأسماك التونة في طوكيو، تم بيع سمكة من نوع التونة زرقاء الزعنفة بلوفين بمبلغ نحو 788 دولاراً، حيث بلغ وزن السمكة 238 كيلوغرام، فيما قال مختصون إن هذا السعر يعادل 3 أمثال سمكة التونة التي فازت بلقب أغلى سمكة تونة في العام الماضي. انطلقت سباقات الهجن 2024 في محافظة بركاء شمالي عمان، ويستمر السباق الذي يقام على مضمار الفليج بالمدينة لمدة 3 أيام، تتنافس فيه الإبل في 5 مجموعات حسب خصائصها مثل العمر والجنس. بلغ عدد السياح المشاركين في رحلات المناطيد الحرارية بمنطقة كابادوكيا في ولاية نوشهر خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي 556,306 سياح. جاء ذلك وفق إحصائيات كشفت عنها ولاية نوشهر حول عدد السياح الذين زاروا منطقة كابادوكيا في العام الماضي. هذا وتتميز المنطقة بأحد أكثر المناظر الطبيعية غرابة وجمالا في العالم، وصنفتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو كأحد مواقع التراث العالمي. بعد مرور قرن على اكتشاف التابوت الحجري للملك المصري القديم الشهير توت عنخ آمون، والذي يضم تابوته الذهبي ومومياءه، لا يزال الفرعون القديم يحظى باهتمام الباحثين، حيث شكل اكتشاف مقبرة الملك توت عام 1922 لحظة فارقة في علم الآثار، مع أن الأمر استغرق سنوات من العمل الإضافي للكشف الكامل عن كل ما تحتويه المقبرة. يذكر أن الملك توت كان ملكاً صغير السن، وربما توفي في ظروف غامضة قبل أن يبلغ 20 من عمره، لكنه أصبح مشهوراً بسبب المقبرة المكتشفة التي دفن فيها. حول الطبيب الفلسطيني المتقاعد زكي شاهين خضر البالغ من العمر 67 عاماً بقالة ابنه إلى نقطة إسعاف يعالج بها النازحين في مدينة رفح، ويقدم خدمات الإسعاف والتمريض للنازحين والمقيمين في المنطقة دون مقابل بدعم من وزارة الصحة الفلسطينية بغزة. يواصل مركز جبل أرغان للتزلج بولاية أزنجان
شرقي تركيا استقبال الزوار لممارسة الأنشطة الرياضية الشتوية مع بدء موسم التزلج في البلاد. هذا ويبعد المركز نحو 15 كيلومتراً عن وسط المدينة، ويوفر للرياضيين والزوار فرصة قضاء وقت ممتع عبر ممارسة الرياضات الشتوية وخاصة رياضة التجديف. يعد الشاب التركي مارت يلماز أحد الفنانين القلائل في تركيا الذين يعملون في فن تشكيل لوحات فنية لمناظر طبيعية داخل أحواض السمك. وتمكن يلماز بموهبته الفريدة في تصميم المناظر الطبيعية تحت ماء الأحواض بشكل احترافي من الحصول على العديد من الجوائز الدولية. يمارس يلماز هذا الفن عن طريق تجميع مواد تحت الماء من صخور وجذوع أشجار ونباتات مائية ورمال بشكل متناغم مع بعضها البعض لتنتج لوحة فنية فريدة. خضعت محطة قطار حيدر باشا التاريخية بمدينة إسطنبول لأعمال ترميم هي الأكبر في تاريخها، حيث أعادت أقساماً بالمحطة إلى حالاتها الأصلية. بدأ إنشاء المبنى الحالي للمحطة الواقعة على رصيف قاضي كوي البحري في 1906 بأمر من السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، ليكتمل إنشاؤه في 1908. هذا وينقل عن السلطان عبد الحميد الثاني أمر إنشاء المبنى الذي قال فيه: ابن صرحا حيث تلتقي السكك الحديد بالبحر، حتى إذا نظر إليه أفراد شعبي يقولون بمجرد صعودك القطار من هنا يمكنك السفر إلى مكة دون أن تنزل. تتيح مغارة كاكليك بولاية دانيزلي غربي تركيا لزوارها الخروج في رحلة رائعة لاستكشاف جمالها الطبيعي الساحر والتاريخي تحت الأرض. تبعد مغارة كاكليك عن مركز دانيزلي نحو 30 كيلومتر، وتقع تحت الأرض في قضاء هوناز. وتحتوي المغارة على أحواض للمياه الحرارية وحمامات كلسية بيضاء، وتأتي ضمن أهم معالم الولاية. افتتحت مغارة كاكليك للسياحة عام 2002، وتتمتع بحرارة ثابتة عند 32 درجة صيفاً وشتاءً، ويعتقد الخبراء أن مياهها تفيد في علاج بعض الأمراض الجلدية. رئيس بلدية هوناز قال إن منطقة كاكليك مكان فريد ومن المهم زيارته وقضاء وقت ممتع فيه، مضيفاً أن المغارة تستضيف ما يقرب من 20,000 زائر شهرياً.
Thank you.